انا والله يعني حزين يعني، معلش قد معلش قدري ظرفي بالله، حزين تفضل. حزين. عارف على ايش؟ ترى النكران والجحود ترى شيء مؤلم والله، مؤلم للمحترمين للمتربيين، مؤلم والله مؤلم. انا حزين على الشيء اللي وصلني الان يا رجل. ابى اقول لك بس حاجتين، اتمنى هذا المقطع ينزل كذا لوحده ايضا. يعني اقسم بالله لما جاتني هذه الاداره يبغوا يخشوا هذه الوحده، قالوا لي تعال انت رئيس واحنا معاك. طبعا رفضت، انا مستحيل، انا خلاص انا لا ما عاد اتحمل، وامي في المستشفى بسبب نادي الوحده. الله يحفظك. فقلت لي سلطان انت خش رئيس. لا وخايف اعطيك يعني، وحتلاقوا فلوس كذا وحتلاقوا كذا. وقعدت اعلمهم خلوا ريناتو، كانوا بيمشي ريناتو ترى من السنه الاولى شافوا اذا مدافع، يعني تفاصيل اشياء اوراقهم ويشهد على ذلك الاستاذ رجل السلم الدكتور عبد المعالي عبد الله الدلاك، اسالوه اتصل به واتواصل معه اصلح اسوي لهم اوراقهم اجهز لهم. انا ما كنت اعرفهم هذول، قلت جيل جديد بلاش نرجع للماضي، عرفت ادارات الصراعات خليهم يدخلوا. لكن انا اعتذر لنادي الوحده، وانا خايف على بامانه اول مره اقول انا خايف على نادي الوحده. اذا هذول بالجحود والنكران هذا فالخوف كل الخوف على نادي الوحده. اخر شيء اقول لك، هو اقسم بالله يوم تسليم الاوراق كان الساعه 10 يوم جمعه في الليل تسليم اوراق الاداره، تمام؟ بالله ركزوا في هذه النقطه، اقسم بالله رئيس النادي واقف عند باب برا النادي قبلها بنص ساعه او ساعه، اتصل بي ها ادخل ولا ما ادخل، اتصل بي شوف قديش كنت بساعدهم. فادخل اقول له ادخل اتجرأ روح ادخل، الان دخل قبل 10 الا 5 دقيقتين، ادخل روح الله يوفقكم، نبغى نادي الوحد لانه تعبنا تعبنا، عارف تعبنا، عملنا مبنى، عملت زرعت شيء تبغاه يستمر عارف، وخايف عليه. فعشان كذا كنت اتمناهم يكسروا الدنيا وينجحوا. مع احترامي وفرحانين يعني قاعد يضحكوا على الناس بالاسيويه، ترى مع احترامي ما بدي اقول انه انا الاسيويه، معالي ربنا سبحانه وتعالى، معالي المستشار تركي آل الشيخ وادارتنا، وانتم كملتوا بعض الشيء بدليل الان لما مشيتوا لعيبتنا كلهم الفريق شوف الان في كيف وضعه. مع احترامي لكم يعني، انا ما كنت ترى الكلام هذا كله ما كنت بقوله، لكن اللي شايفه هذا للاسف والله شيء يقتل، شيء يقهر، حرام عليكم. اتقوا الله في نادي، مو فينا، سيبونا احنا برا في نادي الوحده، وخافوا الله في نادي الوحده اللي بتسووه في النادي. في اشياء ما بدي اتكلمها على الهواء لانه هذا نادي الوحده وهذا بيتنا. الوحده قادمه الى عجز خطير، الله يستر الله يستر الله يستر، لانه حرام التعب اللي تعبناه يروح هباء بالعمل هذا. نادي الوحده الموظفين والاداريين كانت رواتبهم في الشهر 80 90 الف، الان قاربت النصف مليون فقط العمال والموظفين، تخيل شيء يهول العقل. انا حزين وخايف على نادي الوحده، وربنا يستر ان شاء الله.